قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب آخرون جراء اشتباكات اندلعت في العاصمة الليبية بين عناصر جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي وآخرين تابعين لرئيس جهاز الحرس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بشأن عملية اختطاف. وعلى الفور توقفت الرحلات الجوية من مطار معيتيغا بطرابلس. وطلب القائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في المجلس الرئاسي أطراف الصراع بوقف الاشتباكات والعودة إلى مقراتهم. ظهور بوادر وحدة على المستوى العسكري قبل أيام في ليبيا أعطى أملا كبيرا لتواصل الهدنة وتطورها، لكن السلاح عاد مجددا للكلام واندلعت مواجهة جديدة في العاصمة طرابلس، أبرزها في مناطق زاوية الدهماني وعين زارة والسبعة. مواجهة عنيفة قائمة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقوة الحرس الرئاسي أسفرت عن مقتل مدنيين، وتسبب استعمال الأسلحة الثقيلة في وسط العاصمة الليبية بالقرب من قاعة أفراح في احتجاز العائلات المتواجدة داخلها. الصلاة الثلاثة معبين أعراس معبية من داخل، منعوهم من الخروج بأطفالهم بنساء بكبار بصغار، معبي أرجوكم نداء استغاثة نداء استغاثة، أقل شيء أوقفوا الضرب لين يطلعوا العائلات من فصل صلاة العراس. وأصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا رسميا طالب فيه أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقراتهم، كما وجه المدعي العام لفتح تحقيق، وأمر وزيري الدفاع والداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل. إذن هي عودة مؤسفة للدماء في المشهد الليبي، قد تعيد الزمن إلى الوراء وتصعب الحوار الليبي بعد أن كان الانفراج السياسي يبدو قريبا. ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من طرابلس إبراهيم العبدلي. إبراهيم أهلا بك معنا. أولا، هل عاد الهدوء إلى طرابلس، وهل من جهود تقدم ضمانات معينة أن يبقى هذا الهدوء سائدا بعد أن تفاءل الجميع بانفراجة سياسية وأمنية قريبة؟ نعم أمل، حقيقة حتى هذه الساعة ربما الهدوء هو هدوء حذر، ليس هناك أي بوادر ربما لانفراج حقيقي. هذه الاشتباكات كلا الطرفين رفضا تدخل اللواء 444، رفضا تدخله لفترة نزاع. استمرت الاشتباكات قبل حوالي ربما ساعتين الآن، كان هناك تسمع بعض يعني أصوات الاشتباكات من حين إلى آخر، فالآن هو هدوء حذر. حتى الآن لم يتم الآن عن فض هذا النزاع حقيقة. طبعا هي الاشتباكات حدثت في أكثر من أمال، في جنوب طرابلس في منطقة عين زارة والسبعة والفرناج، وأيضا في منطقة زاوية الدهمان التي تعتبر تقريبا في وسط المدينة. اشتباكات في جنوب العاصمة ما بين قوات الردع وجهاز الحرس الرئاسي، ومن ثم هاجمت قوات الردع مقرين تابعين للحرس الرئاسي في منطقة زاوية الدهمان. فيها أيضا اشتباكات كبيرة جدا تعتبر في زاوية الدهمان أهدأ حقيقة من باقي المناطق الأخرى في جنوب العاصمة. الهدوء هو هدوء حذر، وأيضا جهود الوساطة ربما لم تتوقف حتى هذه الساعة، لم يتم الإعلان عن فض النزاع بشكل رسمي. المجلس الرئاسي طلب الجهتين، طلب جهاز الحرس الرئاسي وقوات الردع بالتوقف فعلا، وطلب بفتح تحقيق أسباب هذه الاشتباكات، وكذلك أيضا وزارتي الداخلية والدفاع بالتدخل لفض هذا النزاع. حتى هذه الساعة يعتبر الهدوء هو هدوء حذر، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن توقف الاشتباكات التي أدت حتى الآن بحسب المصدر إلى وفاة أكثر من 10 أشخاص بينهم مدنيين منهم طفل، وأيضا الإصابات تجاوزت أكثر من 15 إصابة، وأدت إلى يعني حالة من الهلع والخوف في البارحة، وخاصة أن الشبكات دارت في مناطق أهلة بالسكان وفي مناطق تجب صلاة الأفراح التي أدت إلى مقاصرة عدد كبير جدا من العائلات داخلها.
هذه الصلات يعني بشكل عام ربما تدخل الليلة الضحى اللواء 444 في فض النزاع أو لإيقاف الاشتباكات بعض الوقت ل نعم. طيب علينا أن ننتظر ربما قد تحمل الساعات المقبلة اتفاقا ما يعيد الهدوء إلى طرابلس. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي من طرابلس.